تكريم جائزة سنوية عربية أسسها الإعلامي اللبناني ريكاردو كرم عام 2010. وتعطى جوائز تكريم لعرب منجزين في فئات ومجالات عدة من التعليم والبيئة والخدمات الإنسانية. نتائج حفل تكريم لعام 2015 أعلنت منذ قليل فقط. ومن بين الأسماء التي اختيرت لتكريمها فيان دخيل عن فئة امرأة العام العربية. فيان هي النائبة الأيزيدية الوحيدة في البرلمان العراقي، اشتهرت خصوصا بالدفاع عن حقوق الأيزيديين وحمايتهم من المخاطر المحدقة بهم. قبل التحدث مباشرة مع فيان نتعرف عليها سريعا ولمحات عنها في هذا التقرير. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. فيان دخيل هي النائبة الأيزيدية الوحيدة في البرلمان العراقي، لفتت أنظار العالم بصرخة الاستغاثة التي أطلقتها لمناصرة الأيزيديين المحاصرين في جبل سنجار من قبل ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية، أنقذونا أنقذونا. استحقت جوائز كثيرة من عدة جمعيات مدنية بفضل جهودها المتواصلة لمساعدة الأيزيديين. أطلقت عليها CNN لقب امرأة العام 2014، وفي السنة نفسها نالت جائزة أنا بوليتكوفسكايا بفضل شجاعتها في التحدث باسم الأيزيديين وإصرارها على حماية النساء الأيزيديات وغيرهن. ومعنا مباشرة عبر سكايب النائبة العراقية فيان دخيل. فيان، مبروك بداية فوزك بجائزة المرأة العربية لعام 2015 من خلال تكريم، وأنت أيضا كنت فزتي بجائزة برونو كريسكي النمساوية لحقوق الإنسان لعام 2015 أيضا. ما هي القضايا التي تطالبين بها وتستحقين عنها هذه الجوائز برأيك؟ شكرا جزيلا طبعا على هذه الاستضافة، وأنا أشكر تكريم مؤسسة تكريم على أنه اختارتني لجائزة هذا العام. طبعا ربما هم لديهم بعض المقاييس لاختيار الشخصيات التي تدافع ربما عن حقوق الإنسان أو عن حقوق المرأة، وما حصل في العام الماضي للأقليات في العراق وبالأخص للأيزيديين كانت كارثة كبرى لا يمكن أن تتكرر عبر التاريخ الحديث مرة أخرى أو لم تتكرر. لهذا الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة وعن المخطوفات الأيزيديات وعن السبي وهذه الأمور ربما استطعت أن أوصلها إلى المجتمع الدولي وإلى العالم عبر مؤتمرات وعبر خطابات وبيانات، ربما كان هذا السبب في أنه يتم اختياري لهذه الجوائز. فيان، يعني لعل الكثير من المشاهدين يذكرون خطابك أمام البرلمان العراقي والذي جذب اهتمام العالم لقضية الأيزيديين بشكل خاص، هل يعني تعتقدين أنك حققت هدفك الآن بلفت انتباه وسائل الإعلام العالمية والمجتمع الدولي وأنهم قاموا بما فيه الكفاية تجاه قضيتك، أم لا زال هناك المزيد يجب تحقيقه؟ طبعا في بداية الكارثة لم يلتفت أحد إلى ما حصل للأيزيديين، خلال 4 أو 5 أيام كانوا محاصرين وكانوا يقتلون ويخطفون ويذبحون، لم يلتفت أحد. بعد الخطاب الذي ألقيته في البرلمان العراقي حصل هناك تركيز على أنه فعلا هناك مأساة حقيقية تحدث وهناك جريمة إبادة جماعية تحدث لهذا المكون، وحصل التركيز، ثم بدأت بعد ذلك المساعدات والمعونات والاهتمام بهذا الموضوع. أعتقد أنه استطعت أن ألفت نظر إن العالم إلى هذه الكارثة، ولكني أقول للأسف أنه المساعدات والاهتمام قل بعد ذلك، ولكن المأساة لا زالت موجودة. يعني لحد الآن نحن لدينا أكثر من 3600 فتاة وامرأة يزيدية لا يزالون مختطفين ولا يزالون تحت قبضة داعش ويحتاجون إلى مساعدة ويحتاجون إلى من ينقذهم. ولكن كأن الثمار فيان بدأت تظهر، وهذه بحد ذاتها حوافز. فيان دخيل النائبة العراقية كنت معنا مباشرة عبر سكايب، شكرا جزيلا لمشاركتك.